السلام عليكم، معكم حلقة جديدة وبرنامج دليلك الطبي. النهاردة هنتكلم مع بعض وسائل الوقاية من فيروس كورونا. هنتكلم النهاردة عن الجوانتيات أو الجلافز، دي من الحاجات المهمة، لأن طبعا مش كل ما هنكون خارجين أو كل ما نعوز مثلا نطهر إيدينا هنستخدم حاجات. في ناس بشرتها مش بتتحمل المطهرات والحاجات اللي احنا هنقولها بعد كده، فبنضطر إن احنا أو إن يكون معانا دايما الجوانتيات. وطبعا الجوانتيات أشكال وأنواع كتير. النوع الاول المشهور هو جوانت الاسنان او اللاتكس، النوع اللي زي ده. النوع ده منه النوع ده ببودر، فيه بودره من جوه بتسهل اللبس، ونوع يعني هو النوع ده معروف، في ناس كتير جدا بتفضله، الا لو في حساسيه يد بيستخدموا نوع اسمه فري بودر اللي بيكون لونه بمبة او ازرق او اسود. طبعا النوع ده غالي ومكلف جدا، خصوصا الفتره دي كمان اسعاره زادت قوي. فلو انا مثلا هستخدم الجوانتي كتير وبحتاجه دايما، انا ممكن استبدله بالجوانتي الشفاف اللي زي ده. طبعا انا بمجرد ما بعقم ايدي وبحطها جوه الجوانتي ده، فخلاص انا ايدي كده بقت معزولة عن اللي بره. هيبقى استخدام صحيح واستخدامه يعني هيبقى قليل، زي ما احنا مثلا شايفين كده، انا مش هقدر ان انا استخدمه وقت طويل، بس سهل جدا ان انا اقدر اجيب، لان الكيس تقريبا فيه 100 واحد بحوالي 5 جنيه، وبنقلعه بالشكل ده كده مقلوب كده وبنرميه على طول بعد كل استخدام. فلما يكون عندي 100 جوانتي ب5 جنيه، يبقى طبعا هيكون اسهل كتير من ده، خصوصا ان كده كده استخدام الجوانتي لازم يكون لابسة واحدة او استخدام واحد، وما ينفعش نهائي ان هو يلمس بشرتي او وشي او اي مكان في جسمي بعد الاستخدام. الحاجة التانية اللي المفروض تكون موجودة عندنا والاجراء الوقائي التاني المفروض يكون معانا في الفترة دي هو الكمامة. طبعا الكمامة زي اللي احنا شايفينها مع بعض دي، النوع ده طبعا اللي هي بلاستيك العادية او اللي هي السهلة او الارخص، على يعني الارخص دلوقتي في الفترة دي هي ارخص كمامة موجودة. في طبعا انواع غالية زي ال N95 وانواع كتير، بس طبعا احنا دلوقتي مش هنقدر ان احنا برضو نلبس كمامة كل شوية بسعر غالي. فالكمامة دياتي دلوقتي هي ارخص حاجة، طبعا اسعارها متفاوتة من 2.5 جنيه ل5 جنيه في الفترة دي. بنستخدمها حوالي 4 ساعات مش اكتر من كده، وطبعا لو عطست فيها او حصل اي حاجة بمجرد ما بيحصل كده بقلعها وبرميها. اهميتها بتكون في ان هي بتشيل عني الرذاذ اللي ممكن يجي من فم او انف اي حد انا بتكلم معاه انه يوصلني، وبرضه بيحمي اللي قدامي من ان يخرج مني رذاذ ويضره. كمان برضو بالنسبة للكمامة، هي الكمامة دي تكفي، لان احنا عارفين ان فيروس كورونا هو حجمه كبير، مش محتاج لكمامة ادق من كده، ده كافي ان هو يحجب فيروس كورونا عن انه يدخل من فتحة الفم او الانف، خصوصا ان هي كمان بتتكون من 3 طبقات. برضو طبعا احنا لازم نعرف ان هي بتتمسك من هنا وبتتلبس من هنا وبتتقلع من هنا زي ما قلنا في اول الكلام. برضو من الحاجات الوقائية المهمة جدا هي الكحول في الفترة دي. الكحول طبعا انواع كتير في السوق، المفروض بس ان احنا نتأكد ان هو كحول ايثيلي تركيز 70% زي ما احنا شايفين كده. ليه اشكال كتير، يعني البخاخ ده في منه اشكال كتير، اهم حاجة ان يكون ايثيلي 70%. طبعا الناس اللي بشرتها حساسة بيستخدموا هاند جيل زي ده، بس اهم حاجة ان يكون مكتوب في المكونات ان هو فيه كحول ايثيلي. طبعا الهاند جيل ده طبعا بيكون احسن للبشرة الحساسة، لان الكحول اساسا بينشف البشرة، والبشرة الحساسة بيبقى صعب عليها ان هي تستخدم الكحول ده في كل وقت. الاسهل طبعا ان احنا نستخدم مية وصابون، بس طبعا الكحول احنا مش هنستغنى عنه، لان لو انا بره البيت انا هستخدم الكحول كل ما اقدر، وممكن يكون معايا كريم ترطيب استخدمه بعد استخدام الكحول. كمان مهم جدا الكحول في الفترة دي، لان بنضف بيه او بطهر بيه التليفون، لان طبعا التليفون في ايدي على طول، فممكن يبقى سهل جدا ان هو ينقل الفيروس. المفاتيح، شنطة الايد، النضارة، الهاند فري، المفروض ان كل الحاجات دي دايما انا استخدم الكحول في تنظيفها وتطهيرها، فكده كده مفيش غنى عن الكحول. ممكن اللي يكون الحاجة الوحيدة اللي تغنى عنه في الايدين هي المية وصابون. كده احنا قلنا 3 حاجات من الاجراءات الوقائية اللي المفروض تكون موجودة معانا في البيت: الجلافز، وقلنا ان احنا بنستخدمها انا في وقت غسيل الخضار، في وقت شراء المتعلقات من السوق، في وقت الشغل، في اي وقت انا بستخدم الجلافزات، وزي ما قلنا انواعها.
الكمامات، وقلنا ان هي فيها منها انواع غالية، بس دي قلنا تمام بتكفي لمدة 4 ساعات وبغيرها وما المسهاش خالص من المكان اللي انا اللي بيبقى قصاد الانف والفم تماما. وقلنا على الكحول، وفي حاجة كمان اسمها مسحة كحولية لو حد فينا يحب ان هي تكون موجودة في الشنطة بنطهر بيها الايد، المهم برضو ان يكون فيها كحول ايثيل. برضو من الحاجات المهمة اللي المفروض تكون موجودة في البيت الفترة دي هو الترمومتر، مش مشكلة خالص لو جبنا الترمومتر في الفترة دي، يعني احتياطي لو احنا شاكين في درجة حرارة اي حد من الموجودين في البيت احنا بنقيس درجة الحرارة بالترمومتر ده، بيسهل علينا الامر وربنا ان شاء الله يعافينا جميعا ويكشف عنا الوباء ده بإذن الله وتعدي على خير. والى اللقاء في حلقة جديدة وبرنامج دليلك الطبي.